السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مواقع مهمة جدا للمعماريين، بداية ليوناردو. ليوناردو مثال على البرامج والتطبيقات والمواقع اللي بتحول البرومت لصور، والميزة ان هو يعني مش محدود، او مش كل شوية يقول لك لازم تدفع فلوس، فيعتبر بديل مجاني لميدجورني. اكتب اي برومت انت عايزه واسيب لك شرح للموقع دوت، لان شرحناه اكتر من مره على قناه بيم اريبيا. وفي تولز كتيره جدا، وفي ان انت تقدر تدرب الموديل خاص بيك، وده ان شاء الله نشرحه بالتفصيل. بجمع بس الصور اللي هدربه عليها. وفي اكتر من موديل موجودين جاهزين، كل واحد فيهم خطير. تقدر ان انت تطلع صور عاليه الجوده من خلال ان انت بس تكتب ايه الحاجه اللي انت عايزها. فالموقع دوت ده اساسي بالنسبه لك. ممكن تكون انت لسه بتفكر في شكل المبنى، فتقول له والله انا بفكر في كذا، فيديك هو تصورات كتيرة تبدأ انت تختار منها. طيب الموقع اللي بعد كده ده هيساعدك في السبيس ديزاين ورك فلو. تعال نشوف الفيديو. هيخليك مثلا تعمل تصميمات وبسهولة جدا تعدل فيها وتوصل للشكل اللي انت عايزه. هو الموقع جديد لسه ظهر من كام يوم، فمش مدينا امكانيه ان احنا نخش على طول، لا دلوقتي ايه بتخش في الويت ليست، وبعد شويه يبعت لك يقول لك تعالى اجرب الموقع. بس انا شفت له شويه فيديوهات لقيتها جميله جدا، فقلت اشاركها معاكم. اهوت تقدر تكتب بقى انت عايز ايه، قول له حط لي بس شويه كراسي، يبدا يحط لك شويه كراسي، يديك بعض الاقتراحات تختار اللي انت عايزه وهو يعمله لك. وده اللي احنا قلنا ان هو هيحصل في الذكاء الاصطناعي في الفترة اللي جاية ان شاء الله. تمام، قول له انا عايز كوفي شوب ورندر وكل اللي انت عايزه. يعني شات جي بي تي موجود جوه الاوتوكاد من الاخر يعني. فانت تكتب له بقى، قول له مثلا ايه، زود لي ناس، زود لي بيتزا، يعمل لك اللي انت عايزه. فالموقع ده خطير، هشترك فيه ان شاء الله ونبدا ان احنا نشرحه في بيم اريبيا بالتفصيل باذن الله. تمام، تكتب اللي انت عايزه وتلاقيه اتعمل فعلا في قلب المخطط بتاعك، يعني حاجه كده ايه، لا سحر ولا شعوذه. طيب هقول له بقى جيت ايرلي اكسس، وادخل البيانات بتاعتي، هقول له سبميت. اول ما يتفتح هيبعت لي على الايميل بتاعي يقول لي ايه اتفضل جرب الموقع. طيب تعال ندخل على الموقع اللي بعد كده، وهو موقع صيني والصينيين يعني نتيجة ان هم مش عايزين يختلطوا بالغرب، والغرب يحاول يعمل عليهم عقوبات وكده، فهم عندهم البرامج الخاصة بيهم، يعني سواء في السوشيال ميديا، سواء في البرامج اللي هي في البيم، في كذا حاجة بدأوا هم يبرمجوا ويعتمدوا على نفسهم فيها. بمجرد ان انت تكتب برومت يبدأ يعمل لك صور بالشكل دوت. فهو من الواقع اللي بتحول البرومت لصور. ده الموقع، انا خليت جوجل يساعدني في الترجمة لان ماليش في الصيني. طيب تعالى ندخل بقى على الموقع اللي بعده، وده موقع برضه قوي في الذكاء الاصطناعي، هيساعدك في ان انت تصمم اسهل واسرع من خلال ان هو بيبدا يديك حلول كتيره جدا، معتمد على الجنريتيف ديزاين، ان انت بتدي له محددات، هو من خلال المحددات ديت يبدا يديك اكتر من تصميم، بيعمل لك اكتر من تصميم ان شاء الله يعني ينال اعجابك. لو قعدت تعمل كل تصميم فيهم، هو مثلا ممكن يديك 100 تصميم في نص دقيقة، فلو قعدت تعملهم انت مانوال هتلاقيه بياخد منك وقت كتير جدا. هو كده رفع ملف الاوتوكاد ويقول له بقى طب انا عندي محددات معينة، يبدأ هو يشتغل عليها ويوجد لي الحلول بتاعتها. ملف الاوتوكاد مجرد بقى انت تكبر تصغر، مجرد بس تقول له ايه، لا خلي لي كل غرفه مثلا فيها حمام ومطبخ، تلاقي كل التصميم اتغير. لا انا عايز في كل غرفه مثلا يكون في شاور، تلاقي كل حاجه اتغيرت.
وفي كل واحدة أول ما تختار يبدأ يجيب لك المعلومات كاملة زي المساحة والحاجات دي كلها، فده يساعدك على تحديد أسعار الغرف مثلا. زائد إن هو بيشتغل في يعني تديله منطقة يبدأ إن هو يقسمها لك، تقول له طب أنا عايز جزء معين جراج، يبدأ إن هو يظبطها لك. فموقع يعني إن شاء الله يعجبك. في موقع جميل جدا اسمه تيست فيت، وده مثل ان هو ممكن تشتغل عليه اونلاين او ممكن تسطبه جوه الريفت عادي او جوه الاوتوكاد او جوه اي برامج من البرامج ديت، بيشتغل عادي. وتقدر تقول له مثلا ايه المنطقه دي ابدا قسمها لي، لا انا عايز مثلا 20% منها اشجار، عايز منها اوتوماتيك يبدا يقسم لك كل الحاجات اللي موجوده. تمام، خلينا نبص كده عليه. هذا السايت، بص انت مجرد بس ايه بتكبر الأرضية، خلاص هو بقى بيعيد توزيع كل حاجة مرة واحدة، يعني مش محتاج إن أنت تبذل جهد. تمام، الباركينج مثلا زود كبر، نفس فكرة الموقع اللي فات. أنا هسيب لكم الروابط أسفل الفيديو، فإن شاء الله يعجبكم. ويبدأ بقى يقول له مثلا إيه، طب أنا عايز الحتة دي باركينج، عايز الحتة دي منطقة صناعية، عايز الحتة دي فنادق، يبدأ إن هو يجهزها لك. برضو عندنا موقع جميل اسمه roomgpt.io، بتدي له اي صورة انت عايزها، سواء تصورها من الموبايل او صورة من على النت او كده، يبدأ ان هو يديك عشرات الصور. ممكن تقول له مثلا ايه انا عايز الصورة دي بطراز مودرن، فيبدأ يجهز لك على الطراز المودرن. انا عايز استخدمها كمطبخ، عايز استخدمها كمكتبة، يبدأ يعمل لك التصميم اللي انت عايزه. موقع برضو من المواقع الجميلة اهو، انت مثلا بعد ما اشتغلت تروح معلم على الغرف وتبدأ تحدد مثلا حاجة معينة، يبدأ يعمل لك حسابات الإضاءة الـ CO2، ويبدأ يعد لك توزيع الغرف لحد ما يوصل للتصميم الأفضل. فده من المواقع الجميلة اللي هتعجبك، لأنها بتعمل اوبتمايز للديزاين بتاعك، بتحسن لك الديزاين بتاعك، بيبقى فيه أكتر من متغير، تبدأ تحدد ايه الحاجة الأنسب ليك ويبدأ إن هو يعملها لك يحسبها لك. طيب ده بقى موقع اسمه تشات مايند، ده هيساعدك في تنظيم الافكار، ومثل ان هو يعني مجرد بس تكتب فكره هو يبدا يكتب لك النقط اللي تحتيها، يعني تكتب بس ايه انا عايز اعمل كذا، يبدا ان هو يعمل لك. طيب انت عايز تعمل ايه مثلا، زي ما انت عايز مثلا ديزاين هوم، ديزاين هوم، تمام، بيقول لي ادخل بالحساب بتاعك، يبدأ هو يعمل لك خريطة ذهنية وانت بقى تعدل عليها. فقال لي الديزاين هوم انتر ديزاين لايتنج وفرنتشر وكلر الاكسترير في كذا وكذا وكذا. انت متخيل انا سايب ده اهو عشان ما حدش يقول انا بكتب حاجة، ماشي، هو بقى عايش مع نفسه. تمام، يعني عندك بحث علمي مثلا فتديله العنوان، يبدأ يحط لك بقى كل واحدة من دول بالشكل الجميل دوت، يعني الصراحة حاجة مبهرة. الانتيريو ديزاين هنترك تحتيه الكلر والفرنتشر والحاجات دي كلها، وطبعا تقدر تعمل ايديت وتعدل زي ما انت عايز بس بفلوس. طيب بعد كده هنلاقي الادوب. الادوب عامل حاجات كتير قوي في الذكاء الاصطناعي، في حاجات فيهم مثلا اونلاين وفي حاجات بقت موجوده. فاير فلاي ده اونلاين بقى موجود في ادوب بريمير وادوب فوتوشوب، في الاصدارات الحديثه نزلت بقت موجوده تلقائي. ده مثلا ادوب فاير فلاي، ممكن تكتب له مثلا انا عايزك تعمل لي صوره معينه، او تدي له صوره وتقول له تخيل حواليها، او تمسح جزء وتقول له ارسم لي بدلها شجره او مبنى او الحاجات دي كلها. صراحه مبهره مبهره جدا يعني. تمام، ودي الابحاث ان شاء الله كل الروابط دي موجوده معاك. ده موقع بقى اسمه mnml.ai. الموقع ده عباره عن اكتر من حاجه، في مثلا ان انت تديله حاجه مرسومه بخط الايد يبدا يعمل لك الريندر الجميل دوت، ممكن تديله مثلا مبنى يبدا يعمل لك لي ريديزاين ريندر للصور بتاعتك، في كانفا يعني تمسك جزء معين وتمسحه هو يبدا ان هو يرسمه لك، في حاجات خاصة بالانتيريور ديزاين، في حاجات خاصة بالاكستيريور، في حاجات خاصة باللاند سكيب. فموقع نرشح لك بشدة ان انت تشتغل عليه، ان شاء الله يعجبك. طيب نختم
بموقع اسمه كونكس، ده بتحدد الارض اللي انت عايزها، وحاليا في السعودية لكن قريب ان شاء الله يبقى في كل بلاد العالم، وتحدد المنطقة، تحدد ممكن تحدد مثلا من خلال رقم الارض، او ترسم انت الحدود بتاعتك ونوع النشاط، هل هو هيبقى فندق فيلا والحاجات دي كلها. هو يبدأ ان هو يرسمها لك ويجيب لك الرسمة بتاعت الارضي والاول والتاني وكل حاجة اوتوكاد، وتقدر ان انت تسيفها او بي دي اف، وتقدر ان انت تعدل، وبعد ما تعدل ترفعه، واول ما ترفعه هو يبدأ ياخد بالتصميم بتاعك. يعني انت مثلا ايه حابب تزود حاجة معينة، خلاص زودها على الاوتوكاد وارفعها، هو يبدأ ان هو يتجاوب معاك فيها. فموقع مبهر، ناس كتيرة كاتبة عنه كلام يعني إيجابي بشكل حلو، فإن شاء الله تجربوه ويعجبكم بإذن الله. تمام، لو عندكم أي موقع حلو عجبكم ياريت تكتبولنا في الكومنتات.